فاكر السعادة حاجة متحددة، بنت حلوة شكل هادي ركبت من ابو الفدا. المشكلة ان الصوت يا معكر الهدوء، والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت زوق. قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي، مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي. المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام، مع ان كلامه جارح بس زايد والسلام. موقف مهين اصل كل الناس ساكتين، اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين. قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين، شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي. اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي كله عادي، لو حيبقى حد راضي كله راضي ان الغدر يبقى عادي. ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي، ليه بنرضى ومش بننطق؟ هو ده دايما سؤالي. وسط كل اللي بيت حكاية ما تحكيتش الكسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كل خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت؟ مين السبب لما الحبيبة تصرخ ان مفيش حلول مفيش حلول؟ كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، نفس البنت تاني يوم ركبت من ابو الفدا. خط زحمة كوام ولحمة اكشن، عيد القصة تاني بابتسامة صفرة بادئ قال يقول كلام اغاني. اه يا حلو يا اللي واقف يلا بينا ولا ايه؟ من البداية البنت صارت هو ده، يبقى اسمه ايه؟ هو ايه؟ مفيش شهامة، ابعد عني عايز ايه؟ صوتها يعلى ومن بجحته رد كان الصوت صوتين. قال لها ما جيتش جنبي كله شايف ايدي فين؟ الامل عمال بيضعف ان حد يقوم يساعد، واضح ان الكل ساكت على المشاكل كله باعد. قالت عيب على الشناب وعلى الدهون اللي موجودة، فين النبل يا جدع؟ فين النخوة والرجولة؟ قابل كل قام وشاخط بسطولة اللسان، زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان. زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان. وسط كل بيت حكاية ما تحكيتش من الكسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كل خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت؟ مين السبب لما الحبيبة تصرخ؟